يقول شيخ ابن تيمية عن أموال الكفار: ولهذا لم تكن أموالهم مملوكة لهم شرعا، والشارع لم يبح لهم تصرفا في الأموال إلا بشرط الإيمان، فكانت أموالهم على الإباحة. إيه، الكفار المقاتلون نعم أموالهم على الإباحة، صحيح، يعني وذلك أباح الله لنا أموالهم سبحانه وتعالى إذا قاتلناهم وصروا على الكفر. أما إذا دفعوا الجزية وأخذوا الأمان، لا، ما تكون أموالهم مباحة.